نحن أغلبنا من الشام، فأنا كتير مشتاقة للشام. أنا إلي 7 سنين ما رجعت ومشتاقة كتير. قلت لهم أنا بس حاب أعرض عليكم الاسم إنه نساء الياسمين هن نقبلوا. أول امرأة قامت بسياقة تاكسي يا سنين سنة 2004. الله محيي ملقاكم وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم. وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم. وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم. هدية لك دوكسا. والله بدها ترجمة ما. لا كيفك؟ الحمد لله. كيف صحتك؟ والله الحمد لله. عم تترجمي ولا عم تدلية لأختنا بالتركية؟ هيك وهيك بمشي حالي يعني. اي لا بأس يعني، تركيتي وزوجة أخي أصلا تركية وما بتحكي عربي يعني. هي صح ما شاء الله دبلوماسية. أنا كتير بتشكر إنه هي قبلت دعوتي وإجت تشوف الصبايا هون، والحمد لله ماشيين أمورنا الحمد لله. يعني في ناس جدد اليوم بالبازار ولا؟ نحن مجموعة نساء تعرفنا على بعض بالمعارض، فسبحان الله أنا كنت شوف المميزة فيهم احتفظ برقمها وهيك، مشان سبحان الله هلا الله هيئ لنا صاحبة الكافيه راعتنا بالأجار لمدة يومين، يعني طلع على المشتركة شغلت 20 ليرة. أنا كتير بتشكرها على مدام سربيل يعني هاني وهيك انه قبلتنا يعني عندها. ولا نحن نفس المشتركات بس في عنا كمان، بس ما قدرنا لضيق المكان انه ما بنقدر يعني. وما يصير في بيع ان شاء الله اللي عم يجي. الحمد لله انا رحت على المعرض الاسلامي وقابلت هنيك جمعيات كتير وحكيت لهم انه نحن مجموعه نساء ما لنا تابعين لاي جمعيه، نحن بنشتغل ببيوتنا، عنا طاقه للعمل بس ما في مين عم يسوق لنا. نحن بس تعالوا شوفوا شغلنا واذا عجبكم انتم سوقوا لنا يعني، بس خذوا بايدنا لنمشي لننطلق يعني. هو هذا الشيء المطلوب يعني. إيه رغم انه يعني انه عم يصير في فعاليات وفي قطع ظريفه والاستخدام سنتين يعني ما اجى هيك دغري، اعمال يدويه واسعار عاديه. طب والناس ما بتجي يعني. انا قلت لهم شو رايكم نفوت مثلا بالمجتمع التركي يعني انه يكتشفونا هن، لانه في منهم كثير ما شاء الله عم يساعدونا ومتعاونين معنا، انه ما شاء الله تعاونت معنا بالاجار وهيك كثر خيره. فالحمد لله يعني عم نلاقي قبول حتى من جمعيات تركيه اجوا، جمعيات عربيه اجوا، ان شاء الله حياخذوا قسم الكروشيه حياخذون هن يتبنوا اعمالهم، قسم الاكسسوارات، الكريمات، شغلات طبيعيه، الاعمال مثلا اللي بالبيوت تطبخ ببيتها، وحده بتعمل حلويات ما شاء الله يعني. واغلب مسمين شيء الجمعيه باسم؟ لا نحن اغلبنا من الشام، فانا كثير مشتاقه للشام. انا الي 7 سنين ما رجعت ومشتاقة كتير. قلت لهم أنا بس حاب أعرض عليكم الاسم إنه نساء الياسمين هن نقبلوا. أنا كتير بتشكرهم إنه قبلوا هذا الاسم، حتى معنا مشتركات جزائريات، مغرب يعني، مصر، قبلوا هذا الاسم. أنا كتير بتشكرهم يعني إنه هيك. الشام من أي حارة؟ نحن ميادنة الميدان. وين بالضبط؟ أيوة سوق الغنم. سوق الغنم خاني 7. هنا بيسموه سوق الغنم بس من زمان. ايه زمان طبعا يعني. ف قريب من ابو حبل تريا يعني وين هلا فيك تقول نواحي هيك ميدان مثلا جسماتية كان... لا كان بيت جدي قريب قريب من باب مصلى. اي قريب من باب مصلى بس ميادنا الاصل. ايه. طبعا ايه شو باب سريجة هي؟ هي قريبة يعني على باب مصلى وهيك معروفة. بيتنا لساته هنيك طبعا. إذا ناوية تبكي ابكي. ما بدي ابكي لا، أنا بالعكس قوية كتير والحمد لله إنه الأخوات كلهم ما شاء الله يعني قلت لهم أنا حب أمشي فيكم بالمعرض، أنتوا قبلانين؟ قال إيه، وثقوا فيني. في منهم أصلا ما في بيني وبينهم ولا حتى سلام، يتصلوا علي نحن من وحدة عطتنا رقمك نحن بدنا نشارك معك. قلت لهم أهلا وسهلا، بس إنه بدي أشوف الشغل، لما ألاقي شغلة مميز أعطيتهم فرصة. في ناس قلت لهم للمرة القادمة، جمعيات كتير تقبلتنا الحمد لله، قالوا لنا بنعطيكم الصالات وكل شيء وتعالوا. قلت لهم ما عاد همي الصالة، همي التسويق، بدي مين يسوق. بدنا ناخذ رأيك يعني بهالمجموعة اللي موجودة هون السورية والعربية سوا، وشكرا لك لحضورك. شكرا لكم، أنا بشكركم. ما شاء الله لفتة حلوة كتير، إنه صاير مزج للثقافات، السورية على الفلسطيني على المغربي على التونسي على الجزائري. النساء باذلين جهد رائع ما شاء الله، الله يعطيهم العافية، وأثبتوا وجودهم حتى أنه بالغربة ورغم كل الظروف اللي مروا فيها أثبتوا أنه هن قادرين يوقفوا على رجليهم وأن هن يعني طلعوا الشغل يكسبوا منه. شيء جميل. تسمعين الوقت. تمام الله يعطيهم ألف عافية. كيف قالوا لك تعالي دريتي؟ مين خبرك؟ شلون؟ أنا لانا طالبتي باللغة التركية، أنا مدرسة اللغة التركية للنساء اللاجئات باسطنبول. لانا خبرتني وأنا خبرت المجموعات اللي عندي طبعا،
وحلو بالفعل الامارات حلو الله يعطيهم الف عافيه. من زمان انت من الجنسيه التركيه هون؟ تركية الاصل. تركيه هون. تركيه وكنت اشتغل بالخارجيه التركيه. لهجتك ويعني عشنا بالشام ودرست هنيك عمر يعني حتى زوجي كان بسفارة بالشام يعني يشتغل. حلو يعني ما طلعتي عن العمل الدبلوماسي وال يعني اخر فتره هي استقلنا واستقرينا باسطنبول تمام وانشانا هون عملنا يعني. يلا هيك الواحد يكون مرن بالحياه. ايه تمام تغيير خاصة تغيير. الله يعطيك العافيه. يعني انت رح تنقلي يعني شو اللي شفتي لكل الناس اللي بتعرفيهم تعالى باذن الله. بدهم دعم ما بدهم هيك غير المعنوي يعني انه طبعا بتركيا هي الحالات موجوده انه يعملوا بازارات وبيعملوا شيء على هذا المستوى. نحن بنعرف البازارات للمواد الغذائيه اكثر شيء انه بازار بازار بس في هيك شيء يعني موجود موجود. انا كنت درس بمركز كدم هو جمعيه المراه والديمقراطيه هو بالاصل للمراه التركيه وفتحوا فرع للنساء اللاجئات كمان كان في نفس الفعاليه يعني انه بيعملوا كورسات اشغال يدويه للنساء وبعدين بيعرضوا اشغالهم حتى اخذوهم على امريكا وعلى اوروبا وعلى غير دول يعني على الامارات وتم تسويقهم يعني وحتى عملوا ماركه باسمهم يعني فحلو شيء جميل يعني. يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا. انا بالبدايه كان اعاده تدوير من كيس الارز حولته لشنطه أنينة الكولا لمقلمة الصنوبر عملته بإكسسوار سويت مجسمات بعدين قلبت لزينة حفلات ولادة خطبة أعياد ميلاد يعني كافة الحفلات. الواحد أحيانا عنده أفكار بإعادة التدوير بيحب يساويها بس يشوف إنه السوق بده هيك شيء بميل يعني بيشتغل هذا الشيء يعني هو كلف ما في بده وقت بس وفكرة. طبعا هلا هي المواد هون كثير غاليه بس نحن بنحاول قدر الامكان باعتبار عندي خلفيه بالفنون انه حاول قدر الامكان يعني من شيء بسيط تصير شيء حلو. هذا الشيء يعني انت ست بيت اضافه لهذا الشيء عم تشتغليه؟ طبعا كانت هي دراستي بالشام فنون جميله واجيت لهون يعني غربه ولازم ملي وقتي بلشت مشروعي تقريبا من سنه وهلا من 5 أشهر اضطرقت لحفلات وبالاضافه كمان زينه بولين يعني. الله يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا. والله شغل متعب. طبعا قديش بده شغل وقديش بده وقت بس حلو على قلبي يعني بشتغله انا مستمتعه فيه. هي كله البومات يعني ماي البوم هذا كتاب تفاعلي للاطفال بيخدم مهاره وتسليه وتعليم بنفس الوقت. هذا مثلا الكتاب خاص بالارقام في ارقام الواحد للعشرة الطفل بيلعب فيه وبيحفظ رقم بنفس الوقت كثير يعني الالوان بتشده طبعاً, طبعا حتى انا بستعين كثير بالاطفال مشان اكسب منهم فكره. هذا خاص بالحيوانات كل طبعا اختصاص ولسن معين مثلا هذا بيخدم 3 سنوات واقل هذا كله للحيوانات في شيء بيتحرك في شيء ثابت كله بينشال كله مخيط مشان يكون متين ويخدم فتره اطول. أنا عندي أحفاد يعني كتير بلفت نظرهم هاد مثلا لسن أكتر 5 سنوات هون عشان تتعلم الطفلة كيف مهارة الجدل. هاي البنت في إلها هون ملابسها يعني حتى لاحظ كيف مثلا الفستان تفاصيله بهتم فيها. هاي ألعاب كلها بتتحرك هاي في ماشي هيك لونه حلو كذا هلا في شي بشتريه في شي لا مستهلكات ممكن يكون. هاي هون حمامة هي هون الغسالة مواد التنظيف الغسيل تعرفوا على الحياة هون الجمع الترح مزج الألوان هون الأشياء المفيدة والضارة كلها موجودة هون. هون كمان في عندي كمان هي عندنا تعليم الساعة هذا بيخص الألوان كمان فيه مهارة فك تتعلم فك كله بينشال الشكل واللون بنفس الوقت لاحظ كيف شيء ممتع والله. الكل هذا بده يسأل انه قديش حق 125 ك
كل واحد منهم يعني كل واحد. ما في 125. الله يعطيك العافيه. يعني تعبوا اكثر بكثير من طبعا. لا لا، الشغل اليدوي قد ما بعتيه ما بيجيب حقه، بس الواحد بيحب انه الشيء اللي بيعمله يكون موجود بالبيوت. في تعليقات هيك كمان عليها للغرف، عليها اسماء الاولاد. معناته بيتك يعني كثير مرتبتي بشتغل بكل شيء بالنسبه للبيت، لاني انا اصلا مدرسه اشياء بتخص المنزل، اقتصاد منزلي، كنت اشتغل بالسعوديه، عندي خبره 25 سنه. بالتالي هذا الاختصاص يعني بكل زوايا بكل تفاصيله معه. كل فتاة لازم تكون بتعرف كل شيء بالبيت، بتعمل كل شيء لحالها. جربتي تعملي محاضرات، ندوات، دورات؟ عملت ايه، عملت هون. لا هون لا، بس بحلب عملت دورة لإعادة تأهيل المواد، كانت شباب وصبايا، كانت ناجحة جدا. هذا مطلوب كثير يعني، خاصة العائلة. كثير أنا يعني عم بحاول كثير أتواصل، بس أنا يعني معرفتي كثير بالبلد ضعيفة كثير، ما بعرف لغة، هي كلها يعني عم تسبب لي عائق بالنسبة لي. يعني السوريين والعرب، إنه الواحد بيقدر يعني أولاده. كيف بدي أعرف طبعاً من خلال أنا الحوالي إيه، بس كيف بدي أتعرف على ناس، أروح مثلاً على مكان آتي. حبيت كثير أعمل بمكان مثلاً، أنا أخذ مكان وأهله وأعمل فيه دورات. إيه كثير صعب عليك. يلا من خلال هذا البرنامج اللي بيسمعنا خبرنا. أهلا وسهلا فيكم يا أهلا. شكرا لك. اسمي كريم. تمادر رمضان. شكرا. هلا الكل بيقول انه نحن بنجي لنبيع لحتى الواحد يساعد يعني حاله، ما بس يعني مجتمع حلو يعني الناس بتشوف بعضها. لا الفكره مش البيع بس، الفكره ان احنا بنتعرف على بعض، بتعرف على ثقافه شعوب تانية، وهم بنفس الوقت بعرف نفسي عن طريق ثقافتي، عن طريق الاكلات الشعبيه في كل بلد. انا ده حباه، وفي نفس الوقت بالاضافه ان انا بسوق المنتج بتاعي او المهاره، بعرف الناس مهارتي. يعني مهارتي بقى كانت طبخي، انا بعمل اسماك مملحه. والله انا يعني حتى لما لقيت السوق التركي يعني حبيت اعرف ايه اهم حاجه عنده، كانت السمك، حبيت اعمل املحها اجففها كويس، اخد اراء الناس فيها بالاجماع. احب بقى ان انا بعد كده اتطور واعمل عمليه تصدير. هو اللي بيقولوا احيانا يعني مو يعني ما كثير معمم القصه، انه الاكل بيعكس شخصيه البني ادم، نفسيته يعني إلى دور. شفتي الاكلات السوريه كونك مصريه انت صار عندك؟ لان عندهم اكل طيب كتير كتير كتير، وانا من النوع اللي انا بحب اتعرف على الاكل، مش ما انا احب اتعرف على كل انواع الاكل مهما كانت، كل حاجه بتعكس حاجه معينه عندهم. مع عمري ما اقول على حاجه وحشه، بس يعني هيك يعني احب اتعرف السوري، الفلسطيني، التركي. اي شوفي هلا يعني الواحد ممكن يتفرج على الشيء بالكون ويستمتع فيه ويشوفه ويحكي عنه، بس الأخطر أنه الواحد يساوي شغلة بتفوت على المعدة لجوا. يعني قديش فيه بدأ أمانة، هاي صحته البني آدم. كل الناس سمعت عن الكشري المصري، لكن سمعوا ما شافوهوش، ما دقهوش. ايه بخلال المسلسلات قلت ايوه بالضبط. انا بقى عايز دهم تيست يعرف يجرب، بس مش اكتر من كده. يعني حتى الناس يعني حتى يعني الناس كلها، كل انا سافرت كتير، فكل الناس يقول لي اه احنا بنسمع عن الكشري. اقول لهم دبدقوه، يقول لي يعني اتعمل. حتى انا زوجي يعني بيسافر مخيمات دوليه كتير، فتقابل مع 160 دوله، حتى طبخ لهم الكشري. قالوا له فيري ديليشس، كان في هولندا، قالوا له فيري ديليشس. جميع الجنسيات كانوا بيقعدوا عنده. بالمناسبه انه هو بيتساوي باكثر من طريقه مواده، احيانا في ناس بتحطها ناس بتشيلها. ايوه هو في اكثر من طريقه، بس في طريقه مفضله هي اللي بتدي له التست الرئيسي بتاعه، ما فيهوش كلام يعني، ما فيهوش جدال. اللي هي ادواته رز، مكرونه، شعريه، عدس بجبه، عدس اصفر، بس بس كل حاجة لها طريقة في الطهي. يعني المي فيه موجود دائما، يعني تحسي فيه دائما، بس في حاجات قبل حاجات بعد حاجات بحمرها كده، ده لازم يعني. شطة ترتيب، والشطة دي لا دي اختياري، انما الدقة الصلصة دي برضو لها طريقة في العمل. مش أكلة نباتية بتحسيها يعني؟ أكلة نباتية بروتينها عالي، مغذية، مشبعة جدا جدا جدا. ورخيصة ورخيصة. لا ورخيصة يعني بالنسبة لحاجات كتير، رخيصة، أرخص من اللحمة والفراخ والسمك والحاجات دي. مش شكرا لك. كيفك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. بالمغرب شو بيقولوا عواد؟ كيفك؟ الحمد لله. كديرة 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 لباس، الحمد لله. حلو. يلا منيح لهيك السوريين بيناتكم بتشوفون. الحمد لله الخير يرجع لأخت لانا اللي لمتنا هذه اللمة كلها،
وحنا بخير وعلى خير الحمد لله، ونتمنوا من الله نزيدوا القدام ونعملوا جمعية ونجمعوا. احنا كنا عرب وكنا مسلمين وكنا اخوات، ونتمنى ونبقوا ديما مجتمعين ونساعدوا بعضنا البعض. بتحسوا المغاربة انتوا يعني بعاد عن الدول العربية، يعني احيانا انه ما كتير بيعرفوا عنكم اشياء ما يعني؟ لا لا بالعكس، احنا رغم انهم ما يعرفون احنا نعرفوا بنفسنا، وحنا نحاولوا. مثلا انا دابا احكي معك احكي تقريبا سوري، ما احكي مغربي علشان صعب الواحد لانه بسرعه بيحكوا ما وفي مفردات وصعب كثير، ولكن احنا دائما المغاربه نحاولوا نتواصلوا مع ولو الاجانب، نتواصلوا معهم باي لغه. نحكي على سوريا؟ رحت على سوريا؟ لا لا يعني حارة اسمها حارة المغاربة. حي كامل. والله صح. تاريخه يعني طويل ومعروف يعني بسوريا، كان لهم دور عبر التاريخ يعني. والسوريين حبايبنا وأصدقائنا، ونتمنى من الله يجمعنا ويجمعنا في الخير ويفرج عليهم ويفك ضيقهم إن شاء الله. وهذا مكان هذا شغلك؟ أنا عندي جمعية بالمغرب، جمعية نسائية اللي هي سميتها جمعية الحادقات المغربيات، معنى الحادقات النساء الشاطرات. حادقة حادقات بالنسبة لهم، هذه شغلتهم، هم بيديروا التكوين في الفصالة والخياطة، في الحلويات، في التطريز، في جميع الحرف. وانا بالنسبه لي هنا بتركيا، مقيمه هنا بتركيا، فبعثوا لك انه يصير في تسويق هم لتسويقهم هنا. وانا اعوذ بالله من قلت، انا رئيسه جمعيه نساء سائقه سياره الاجره بمراكش. اهلا وسهلا فيك بمراكش. من زمان من امتى؟ اول امراه قامت بسياقه تاكسي. اي سنه؟ سنة 2004. 2004 لحتى بالمغرب تتجرأ سيدة. أول امرأة اللي ساقت سيارة الأجرة بالمغرب، ما فيه كثير. بس صوروكي بالتلفزيون والصحافة. والصحافة والجرايد، وعندي صور والله كريم. بتسمعي لمغنين المغاربة أكيد ولعرب أكيد. من القديم ولا من الجديد؟ شوي شوي، ما أحب الأغاني كثير. بس في مطربين يعني بيغنوا كل الألوان، يعني بيغنوا بالنسبة للشعبي، بالنسبة لعمري القديم كنا نسمع الشعبي والأغاني أم كلثوم وعبد الحليم حافظ. هلأ وقتون الدكالي، عبد الوهاب التكالي، عبد الهادي بالخياط. اسماء كبيرة. شكرا لك. الاسم نعيمة. الكريم نعيمة. نعيمة، حجة نعيمة. أهلا وسهلا فيك حجة نعيمة. بدك تقولي شيء؟ لا لا شكرا. تسلمي، شكرا لك. الله يعطيك العافية. هذا الاختصاص، هذا طقم الصلاة بتحسي انه جديد يعني ألوانه غير الألوان اللي لا لا، بس يعني الكلف غير، يعني غير شات الشام. لما بنعرف نحن في الاسود الابيض يعني احيانا لا انه صار الملون. ايوه ايه. هلا مثلا هذا الوان فرحه يعني هيك، هذا زهر، هذا سكري، ايه يعني في مع اصفار تفاحي. هون غالين طقم الصلابي لانه كلفهم غاليه والقماش غالي. قصدي تركي. ايه تركي غالي. ما بعرف ما بعرف، انا بعرف هدولك، هذا شغلي لانه اما تركي ما بعرف. يعطيك العافية. الله محيي ملقاكم، وين ما رحتوا وين ما جيتوا، الله محيي ممشاكم. نمشي نمشي وياكم، الله يهون مسعاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة معاكم. جينا وجينا وجيناكم، الله محيي ملقاكم، وين ما كنتوا شو ما عملتوا، محلى الجمعة وياكم.